يا مساء الورد، لايف مختلف بطريقه مختلفه، تعودوا عليا هطلع لكم في اي حته، بس المهم معاكم الناقده دعاء حلمي. اهلا وسهلا بكل متابعي موقع وان تيك. النهارده صحينا على خبر انفصال يوسف الشريف وزوجته انجي علاء. الحقيقه ان احنا لو المتابعين يعني احنا قايلين ان السنه دي هتبقى سنه الانفصالات لاسباب كتيره، يعني خاصه ب فكرة ان بيحصل كده حالة صحوة في العلاقات الشخصية، هتلاحظها حتى بينك وبين نفسك كده وبينك وبين زمايلك وبينك وبين اصحابك، هتلاقي نسب الطلاق زادت جدا الفترة دي لأسباب كتيرة مش ده وقتها. لكن ايه الحكاية؟ محمد اسماعيل هو يوسف الشريف اللي اطلق عليه دوت المخرج شريف صبري، هو اللي قال له اسمك يوسف الشريف مش محمد اسماعيل. طبعا تخيلوا لو كان هيبقى الفنان محمد اسماعيل ما كناش ممكن يبقى سهل ان انت تعرفه. لكن يوسف الشريف دايما اخباره قليله، دايما ما عندوش سوشيال ميديا نشطه، كل فين وفين ما يعلق على حدث، ما عندوش انترفيوز، ما بيظهرش في لقاءات، ما عندوش لقاءات صحفيه، ليه كده حاله خاصه كل الناس عارفاها. جمهوره من التينيجرز لغايه فوق شويه الشباب بيحب مسلسلات يوسف الشريف عشان دايما بيبقى ليها بصمه خاصه، فكره السسبنس، ممكن يبقى مطعمه شويه رعب زي في مسلسلات كفر دلهاب، النهايه، لعبه ابليس، مواطن اكس، عدد من المسلسلات. الحقيقه هو متميز في الستايل ده. اخرهم صحيح كان كوفيد 25 او كوفيد 25، ما حققش النجاح المرجو ولا المطلوب بالنسبه للمتعود. فين الانستجرام بتاعك؟ والله حطيته لك المره اللي فاتت. فمش كل الناس اللي تابعت كوفيد 25. هو الحقيقه كان مسلسل ضعيف جدا 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 فنيا. الفكرة كلها ان انجي هي دايما المتحدث الاعلامي باسم يوسف الشريف، هو زي ما بنقول ما بيطلعش في لقاءات، ما بيطلعش في حوارات، نادرا ما بنشوفه في حفلات، سهرات، افراح، ما بنشوفلوش ده. لكن انجي علاء دايما هي اللي بتتكلم، هي اللي بتقول المتحدث الاعلامي بتاعه. يعني الحقيقة ان هي اللي اعلنت على صفحتها سواء على الستوري او الانستجرام او الانستجرام الشخصي بتاعها او تويتر. حاضر يا منج، مش عارفه اسمك صح ولا بقوله صح ولا لا. فالمهم هحط لك الاكونت على الانستجرام. فالمهم اعلنت، هي قالت نحن انجي علاء ويوسف الشريف نعلن انفصالنا. يعني حتى وهي بتعلن عن انفصالهم الاثنين مع بعض هي اللي بتتكلم، فاهمين؟ فهي الفكره كلها هم اتعرفوا على بعض لما كانت هي خريجه الجامعه الامريكيه، هي مواليد 83 لكن هو مواليد 78 تحديدا 14 سبتمبر 78 اللي هو محمد اسماعيل او يوسف الشريف. وكان عندها اتخصصت اكتر في الصحافه وكان عندها موقع صحفي واسمه كرنفال او كرفان حاجه كده يعني، بس هو ما استمرش قوي الموقع الصحفي، لكن كان فرصه انها تتعرف على زوجها يوسف الشريف. واستمر الجواز 14 سنه وعندهم 3 اولاد، عندهم توأم ولدين وبنت. فالحقيقه ان الجوازه كانت ناجحه وموفقه جدا، كان كل وسط الفن يعني شايفهم ان هم دويتو متميز جدا. مش عارفين ايه اسباب الانفصال، واعتقد ان احنا ملناش دعوه، يعني دايما زي ما بقول لكم كده ملناش فيه، ملناش دعوه انفصلوا ازاي. بس واضح ان لو تلاحظوا كده السنه دي كان عندنا او في اخر فتره في اخر شهرين بوسي وهشام جوزها، يعني بوسي المطربه يعني، والضجة اللي حصلت وهو طلع قال عليها وهي طلعت قالت عليه. وكان عندنا طبعا أكرم حسني ومراته، كان عندنا أمير طعيمة ومراته، ومؤخرا هنا الزاهد وأحمد فهمي. المرة دي أدي الجوازة بينهم، الجوازة بينهم. تسلمي يا مانجا قوي، شكرا على ذوقك يا قمر. فالفكرة كلها إن هم واضح كده إن في رشين بودرة العفريت يعني في الوسط الفني، في طلقات كتير جدا. لكن ده نصيب في الاول وفي الاخر، ودايما الجمهور تلاقيه دايما بيتحشر، يعني دايما الجمهور تلاقيه بياخد زي ما حصل مع هنا الزاهد، كل الناس تعاطفت مع هنا الزاهد ضد احمد فهمي، بوسي وهشام ربيع جوزها، كل الناس تعاطفت مع هشام ربيع ضد بوسي. يعني المهم ان لازم الجمهور يبقى موجود في الحدث سواء مع ده او مع ده، وكانهم فريقين مبارزه. فاحنا مش عارفين بقى هل هيتحول الموضوع كمان لانجي علاء ويوسف شريف ولا يمر الخبر كده مرور الكرام. هم المفروض كانوا بيجهزوا لمسلسل اسمه الراكون، المسلسل ده كان ليه ملابسات كده، بس الحقيقه ان هو ما كانش ما تمش التعاقد مع شركه انتاج او كده بحيث ان هو يتقدم في رمضان 24. فواضح ان طبعا اكيد ما فيش مسلسل الراكون، وهو كان قايم على فكره
ان راجل وشه محروق بيسافر بره، او يعني كان بيدافع عن اخوه في حريقه، ف وشه هو اللي اتحرق يعني، وبعدين سافر ف عشان يغير وين، فاكرين فيلم فيس اوف، ويغير وشه وبتاع ويرجع ينتقم من كل الناس اللي دمرت اخوه وبتاع. دايما يوسف الشريف كده لازم ايه يعمل لك حاجه كده ايه، وكان دايما بيصير اللغط لو تفتكروا المسلسل بتاعه، مسلسل النهايه لما الخارجيه الاسرائيليه اعترضت عشان الحلقه الاولى كانت بتتكلم عن فناء اسرائيل، فاكرين المسلسل، وقالوا هو ازاي هو بيتنبأ، هو بيقول ايه، هو ما ينا. فالخارجيه الاسرائيليه اعترضت على الموضوع ده، وهو دايما بيحب زي كوفيد 25 مثلا، ان هو حب يعمل على فكره الكورونا، بس الحقيقه المسلسل ما لقاش اي نجاح الحقيقه، لانه كان متواضع جدا زي ما قلت. ف الفتره دي فيها اعتبروها كده تنبؤ او ارهاصه او كده، قبل نهايه السنه لسه هنسمع طلقات تانية، عشان فكره انت وكانك تقفيل، مش بس تقفيل حسابات ماضيه، لا بيحصل كده حاله غربله للعلاقات، انت نفسك هتلاحظ ان انت بقيت بتراقب فكره علاقاتك عامله ازاي، سنه مليانه بالصحوات والتغييرات على المستوى النفسي والمستوى الانساني، فاعتقد ان ده كان متوقع يعني، حتى لو عدد السنين الجواز يعني كانت كبيره. المهم عندنا كمان في حاجه بتحصل كده واضح ان هي كروان مشاكل، كروان مشاكل، واضح ان المشاكل مش هتخلص، وهيفضل، ما هو زي ما قلنا قبل كده انت بتجذب لنفسك ايه بالاسم، فكروان مشاكل هيقع في مشاكل كتير قوي الفتره الجايه، بعد ما اشرف زكي قرر ان هو يعمل عقوبه 1,000,000 جنيه ويوقف التعامل مع مخرج احمد فوزي صالح، اللي هو مخرج مسلسل بطن الحوت اللي بيتعرض حاليا على شاهد، واللي محقق حاله رواج والناس بتتفرج عليه. فبالتالي دلوقتي ان القرار ده السينمائيين اعترضوا عليه، يعني ايه توقف مخرج عن العمل؟ مخرج هو حر يجيب الشخص اللي شايفه مناسب، حتى لو كان مش نقابي، حتى لو كان مش خريج معهد، حتى بس الفنانين معترضين ان انت ازاي تجيب لنا واحد من الشارع اللي هو التيك توك يعني، وتصدره لنا كممثل، حتى لو هيعمل مشهدين، وفين الناس اللي قاعده على القهاوي، وفين الناس اللي ما بتشتغلش، وفين وفين. فده حصل اجتماع النهارده بغرفه صناعه السينما ما بين الثلاث نقابات، نقابه السينمائيين ونقابه المهن التمثيليه يعني، ان هم يقعدوا مع بعض كده ويشوفوا هو ايه الحكايه، ليه ونقابه الموسيقيين كمان، ان هو باعتباره مطرب يعني كروان مشاكل بيغني، انا بخنش هنشي انا بحب كروان مشاكل جدا لانه تلقائي ولطيف، بس طبعا ده مش ده وقته ان احنا نقيمه فنيا يعني، لان الموضوع انتوا فاهمين ملوش اي اساس من التقييم. فبالتالي لان السينمائيين معترضين، انت ازاي تمنع المخرج او توقع عقوبه على عدم التعامل مع المخرج؟ المخرج ماله؟ المفروض ان اللي يجيب التصاريح شركه الانتاج، هو ماله المخرج؟ هو حر يختار اللي هو عايزه، ان شاء الله واحد معدي بالشارع هو شايف ان هو لايق على الدور. ففي ضجه كده حاصله، ولسه هنتابع ايه تفاصيل غرفة صناعة السينما وايه اللي هيحصل وايه اخبار الطلقات، ويا رب نفصل بقى يعني، يا رب نفصل. ف ده لايف سريع كده عشان نشوف ايه اللي حصل النهارده، وكان معاكم دعاء حلمي، وشكرا ليكم جدا موقع وان تيك، وواضح ان احنا الفترة الجاية كده هيحصل عدس كتير قوي، تقفيل نهاية السنة زي ما بيقولوا، فيا رب يجعلها سنة سعيدة جميعا علينا جميعا، والنهاردة كمان دلوقتي حالا انا عشان كده بس في الطريق عشان اروح عزا الراحل والعظيم صديق يعني طارق عبد العزيز. شكرا ليكم، ويا رب دايما نتقابل على خير.